تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ثاني جلسته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال المناقشات بشأن الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية. يشهد الاجتماع وضع أجندة الحوار ومواعيده وموضوعاته، وكذلك تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية من المحاور الثلاثة المعلن عنها، وهي المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك رؤساء ومقررو تلك اللجان والمقررون المساعدون، وتحديد الملفات التي ستطرح على طاولة الحوار في هذه اللجان، فضلا عن تحديد كافة الملفات والقضايا الفرعية والمتحاورين والخبراء من المتخصصين وفقا لكل ملف. المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية. استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني يضم كافة القوى والأحزاب السياسية، تأتي فعاليات الحوار الوطني من خلال اجتماعات مجلس أمنائه ولقاءات أعضائه لتدشين منصة حوار بين أطياف المجتمع في الجمهورية الجديدة بهدف وضع خارطة طريق لحاضر ومستقبل مصر. منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان أكد دعوة كافة الكيانات السياسية إلا من تورط في قضايا إرهاب وقتل أو فساد داخل البلاد، موضحا أن كل من لديه فكرة تخدم الوطن هو مدعو للمشاركة في الحوار. أولى اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت انعكاسا لتوافق الأغلبية الساحقة للقوى الحزبية والمهنية والنقابية في مصر حول إنجاح الحوار الوطني بما يحقق مصالح الشعب والوطن ويوفر الضمانات اللازمة لجديته وفاعليته. الاجتماع الأول أسفر عن إصدار وثيقة منظمة للحوار خضعت لمناقشات بجانب إصدار وثيقة مدونة السلوك للحوار الوطني مقسمة إلى عدة أقسام، وهي عبارة عن 25 بندا وتؤكد الالتزام الأخلاقي الطبيعي. جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني تكمن أهميتها في تحديد المحاور الرئيسية للحوار متمثلة في المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقضايا الفرعية، وأيضا المتحاورين من الخبراء وفقا لكل ملف وتخصصه، إلى جانب استكمال تشكيل محاور اللجان النوعية الرئيسية واللجان الفرعية، بالإضافة إلى جدول بدء أعمال الجلسات. الحوار الوطني يأتي في وقت بالغ الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية في صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر، حيث يسهم في الخروج بنتائج إيجابية لمواجهة التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل للأوضاع الراهنة، لاستكمال بناء جمهورية جديدة أساسها دستور عام 2014 ويعيد اللحمة لتحالف 30 يونيو بإدارة وطنية.